السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المشاهدين، حلقة جديدة النهاردة ونتكلم فيها عن علاج سحر القرين. علاج سحر القرين معروف ان هو اقوى انواع السحر، يليه بعد كده كل انواع السحر. سحر القرين والعياذ بالله بيعتمد ان الساحر بيقوم بعملية سحر الانسان وسحر قرينه، يعني سحرين. سهل فك الانسان، لكن علاج القرين ده بياخد فترات طويلة معانا. طب ايه اعراضه؟ ان الانسان يكون عنده شخصيتين، تلاقيه قاعد في مجلس وسط الرجال او الاصدقاء او الاهل، النهاردة بتكلم في موضوع، في لحظة قلب بقى واحد تاني خالص، ويقدر يعرف الاسرار الشخصيه لكل اللي قاعدين معاه، تواصل القرناء مع بعض. تاني حاجه تجيله حاله من البكاء والصراخ الشديد جدا جدا، وفي نفس الوقت بيبقى معاه نوع من انواع الهلوسه، انه يهلوس ويشوف حاجات ويقول شوف ايه اللي مطاير وشوف ايه اللي عامل، يعني بيجيله حاله من الهستيريا. ده من علامات سحر القرين. وعدم الاتزان، يعني النهارده مثلا راكب عربيته فنزل ركن العربيه، مشي رجع هو نسي هو ركن العربيه فين. دي كلها امور خاصه بسحر القرين. سحر القرين لما بيحضر على الانسان ممكن تقرا عليه الرقيه كامله لا يتاثر، لا يتاثر تماما. هو يبكي ويصرخ ويهلوس، يقول كلام مش مظبوط لا اكثر ولا اقل. اقرا عليه القران كله مش هيتصرف. ومن الاخطاء الشائعه جدا يا عيني تلاقي مثلا حد ده حضر عمال يهلوس، يجي احد الناس يضربه فيه، انصرف، اعمل، اسوي، وده مش جن خالص، يعني ده مش عارض، ده قرين. والقرين من المنذرين، لا يحرق ولا يموت، لا يحرق ولا يموت. عشان كده انا كنت دايما بستغرب من الناس تقول لك انا هسحب قرينك وهحرق قرينك وهموت قرينك. الكلام ده مش مظبوط تماما. القرين ده ملتصق بالانسان في جميع اعضاء جسمه لانه بيجري في العروق مجرى الدم. طيب ما هو علاج سحر القرين؟ علاج سحر القرين بياخد من 30 الى 45 يوم باذن الله رب العالمين على البرنامج اللي هقوله لحضراتكم دلوقتي علشان اللي عنده سحر قرين يمشي عليه. سحر القرين بيحتاج الراقي فقط لا غير في سحب العوارض الخادمة لهذا السحر، لأن في حالة سحر القرين بيبقى الجسم مفتوح بيتقبل أي عارض، عارض معدي، عارض عاشق، عارض جايب المرض، أي عارض معدي بيخش الجسم. يعني زي ما بيقول كده، زي ما بيت مفتوح لجميع العوارض، يعني منتهي الصلاحية الجسم تماما. هنا دور الراقي انه يسحب جميع العوارض من الجسم، سواء بقى باعلان اسلامها او حرقها او بعض هذه الامور. المهم الجسم لازم يصفى تماما من هذه العوارض ويكون القرين لوحده، ويبدأ وقتها برنامج العلاج للقرين. طب ابدأ ازاي؟ طبعا الانسان هنا في مرحلتين، في مرحله متقدمه جدا ما بيعرفش يسيطر على نفسه، وفي انسان في مراحل قبل المتقدمه بيقدر السيطره على نفسه. لو بيقدر يسيطر على نفسه تمام، هو اللي هيعمل برنامج بنفسه. لو مش هيقدر يسيطر على نفسه لازم حد معاه يركز معاه هو اللي يساعده في تنفيذ البرنامج. واولها طبعا الصلاه في مواعيدها باذن الله رب العالمين، واذكار الصباح واذكار المساء. طيب هنعمل ايه تاني؟ بنجيب زيت السواك الاصلي مثلا، وليكن مكيال ربع كيلو مثلا، ونحط عليه معلقه كبيره من القسط الهندي، ويقرا عليها سوره التكوير وسوره ياسين. وبعد اذكار الصباح وبعد اذكار المساء بنعمل الموضوع ده، بنجيب الزيت ده وندهن بيه اطراف الرجل واطراف اليد والعمود الفقري، منطقه العمود الفقري بالكامل والصدر. ده الزيت. بعدها بنجيب الماء ونقرأ عليه سورة ياسين ونحط عليه
قطرات من زيت الحبة السوداء ونقرأ عليه، وبنشرب كوباية الصبح وكوباية بالليل مقروء عليها سورة ياسين. يعني المية مقروء عليها ياسين وتحط عليها قطرات زيت الحبة السوداء، كوباية الصبح وكوباية بالليل مع دهان الزيت. أيضا بعد أذكار الصباح وأذكار المساء يقرأ سورة ياسين وسورة قاف والمعوذتين 3 مرات، الصبح 3 مرات وبعد المغرب 3 مرات. ده برنامج لابد من الالتزام عليه بإذن الله مع الصلاة والأذكار. القرين بيرجع لموضعه الطبيعي مرة أخرى وتهدى أمور الوسوسة. وطبعا قراءة المعوذات كثيرا في جميع أوقات النهار والليل بتهد القرين وتخليه يرجع لموضعه. بعد علاج القرين ده تقرأ الرقية الشرعية لما الإنسان يحس إنه بدأ اتزانه ويرجع له، بتقرأ عليه الرقية الشرعية لفك عقد السحر المعقودة بجسمه، وبإذن الله مفيش قدامهم إلا العافية بإذن الله رب العالمين. هرد على سؤال جالي سريعا. أحد الأشخاص كلمني قال إن هو راح لأحد الرقاة وقال له إحنا ما بنشتغلش في رمضان، فقال لي هل هذا صحيح أم لا؟ لو هذا الراقي أو هذا الشخص لا يعمل في رمضان لأنه شغال طول السنة وبياخد رمضان ده وقت للعبادة والاستغفار والصلاة والتقرب من الله، فده حاجة شخصية له. أما لو ما بيشتغلش في رمضان عشان ما فيش رقية في رمضان فالكلام ده غلط وهذا الرجل غير سوي، وبقولها طبعا على الهوى، غير سوي. لأن احنا كل يوم عندنا حالات بنقرأ عليها قرآن وبفضل الله بنطر عليها الرقية وبإذن الله بتتشافى، وكل يوم بنفك ناس الحمد لله من العقد ومن المس ومن الأسحار ومن العين، والحمد لله الأمور طيبة. فالرقية عادي موجودة في رمضان، الرقاة الشرعيين شغالين عادي في رمضان، بنقرأ الرقية وبإذن الله رب العالمين الشفاء من عند الله، مفيش حاجة اسمها مفيش رقية في رمضان. أنا حبيت أوضح هذه الأمور سريعا. أحب أقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا بإذن الله، وأتمنى أن تكون الاستفادة النهاردة من الحلقة سريعة. وزي ما حضراتكم عارفين دايما أنا بحب أدي المعلومة في كبسولات صغيرة بدون الدخول في تشتيت للسادة المشاهدين. وحضراتكم زي ما انتم متابعين معانا على صفحتنا على الفيسبوك الحمد لله الحالات، وفي حالات عالجناها في رمضان ونزلت منشوراتها لينا والامور طيبة الحمد لله رب العالمين. ربنا معاكم وربنا يوفقكم وان شاء الله تشوفوا الخير كله بإذن الله، ورمضان كريم ويخش علينا العيد بإذن الله الصغير وكلنا بخير وسعادة. وربنا معاكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني مع الراقي بالرقية الشرعية الشريف أحمد فراج، بشكره جدا جدا وكل سنة وحضرتك طيب وكل المسلمين طيبين وصحة وسعادة وربنا يتقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين. بشكره جدا طبعا على الاستفادة، طبعا أكيد استفدنا، ودي من الموضوعات اللي الناس المتابعين للجروب بتاعه لصفحتنا ومتابعين للبرنامج وفقرته خصوصا فقرة أحمد فراج الراقي والمعالج بالرقية الشرعية، دي من الموضوعات اللي الناس بتسأل فيها والأسئلة اللي بتبعتها على صفحة البرنامج وعلى الجروب بتاعه. وإحنا طبعا بنقول إن إحنا بنستقبل كل الأسئلة اللي بتطرح والموضوعات اللي الناس عايزة تتكلم فيها، الحاجات اللي إحنا مش فاهمينها أو اللي هم حابين يفهموها هو مشكور بيوضح نقط معينة. بنشكره جدا جدا وبنقول ربنا يعني ربنا يبعد عننا الدجالين والمشعوذين، وبنأكد ان هدفنا من الحلقات بتاعة الراقي احمد فراج ان احنا نبعد عن الدجل وعن الشعوذة، وطبعا الاذكار والعبادة والصلاة والصوم والالتزام بالقرآن الكريم هيبعد عننا السحر والسحرة.
بشكره جدا جدا، وبقول ان اللي بيسالني بيقول لي التواصل معاه ازاي. طبعا هو كاتب الارقام بتاعته موجوده على الشاشه، موجوده على الشاشه، فاللي حابب يتواصل عن طريق الواتساب يتواصل معاه، وهو هيرد على كل الناس، وعن طريق الجروب بتاعه والقناه بتاعته، الراقي احمد فراج، الراقي والمعالج بالرقيه الشرعيه احمد فراج. عنده قناه على اليوتيوب، وعنده الجروب على الفيسبوك، وعنده الرقم اللي نزل ارقامه نزلت على الشاشه للتواصل معاه. انا طبعا بشكره تاني للمره المية على وجوده المستمر معانا في برنامج كل جديد، وبقول له احنا متشكرين لان انت متواصل معانا وحلقاتك موجوده دايما معانا، واللي حابب يتواصل معاه بعد الحلقه يتواصل. وفي النهايه بقول لكم الى اللقاء في حلقه قادمه، انتظرونا ومستنيين على صفحتنا، صفحة البرنامج سمى علي وبرنامج كل جديد. اللي عايز يتواصل مع الراقي والمعالج بالرقية الشرعية أحمد فراج يتواصل معانا على صفحتنا، واللي عايز يتواصل معاه على الجروب بتاعه الراقي والمعالج بالرقية الشرعية الشريف أحمد فراج يتواصل هنا أو هنا، والرقم بتاعه الواتساب. بشكركم جدا جدا وبشكره، وكل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، انتظرونا.